السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لله ما أخذ ولله ما أعطى. الحمد لله، البقاء لله والدوام لله، واللهم تقبله شهيدا في سبيله. النبذة عن ابن حضرتك أحمد وكيفية تلقيق الخبر. أحمد كان دائما شجاعا صادقا في وعوده، وكان دائما يتمنى الشهادة في سبيل الله، والحمد لله ربنا أعطاه هذه الرغبة التي كان يريدها. أما بالنسبة لتلقي للخبر، فأنا كنت سررت جدا، ويعني لأن هذا ما كان يتمنى، وأجمل حاجة يتمناها الإنسان الشهادة في سبيل الله، فربنا أعطاه هذا الفضل العظيم. فإني كلما يرتابني أو ينتابني شيء من الحزن، فإني أذكر نفسي بأن الشهيد يشفع في أهله ويزف في الجنة لحور العين، ولا يشعر بألم في طلوع روحه أو ضمة قبر. فكل هذا ما كان، كل هذا يجعلني راضية النفس مطمئنة. يعني آخر مكالمة تلقيتها من ابن حضرتك؟ آخر مكالمة كانت في تقريبا يعني قبل منتصف رمضان، وقال لي: يا أمي، سأذهب إلى الداخل للجهاد في سبيل الله، وسأتصل بك على عيد الأضحى إن شاء الله. تاريخ سفره إلى الخارج متى؟ تاريخ سفره كان في شهر 89. 89 سافر إلى أفغانستان أم إلى بلد أخرى؟ لا، أول سفره كان إلى أفغانستان. من 89. نعم. الوالد كان معه؟ لا، الوالد كان ينتظره هناك، انتظره هو وأخوه محمد الملقب بأسد. آخر مرة شفتي حضرتك إمتى؟ آخر مرة شفت أحمد؟ أيوة، قبل السفر مباشرة. طول المدة لم يأتي إلى مصر نهائيا. يعني حضرتك لم تراه، ترايه من عام 89؟ نعم، لم أراه منذ أن سافر إلى أفغانستان، لم أراه، ولكن أسمع صوته فقط، وكان مرحا جدا، وكان دائما يتكلم معي يعني أحاديث ظريفة، وأول ما أرد على التليفون: أهلا بست الحبايب، أهلا. وكان يعني كلامه طيب وجميل. يعني كان عمره كام عند السفر؟ نعم، كان عمره 14 سنة. نعم، بس كان يعني تلحظ فيه أنه رجل وشاب ناضج كبير. عندما أنظر إلى الأطفال اللي عندهم 14 سنة أحس أنهم يعني فيهم سذاجة، أما أحمد ابني كان ناضج العقل والفكر، بالرغم أنه سافر بعد الإعدادية، ولكن كان عنده علم يعني، ودائما يحفظ القرآن ويقرأ في الكتب، وكان هناك يعني على ما أسمع كان فقيها. يعني أحمد كان فقيها. هل أنت سعيدة أم يوجد بعض الحزن؟ والله يوجد بعض الحزن للفراق يعني، بس هذا أتغلب عليه سريعا يعني، الحمد لله، لأن أعرف أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ماذا ستقولين للشيخ عمر عند أول مكالمة؟ سأقول له أن أحمد شهيد، ونحتسبه شهيدا عند الله، وهذا ما كان يتمنى، وأمنيته هي أمنيتنا. جزاك الله خيرا يا حاجة، وشد حيلك. بارك فيك، شاكرين جدا. جزاك. تعرف لحضرتك؟ اسماء عمر عبد الرحمن، أخت الأخ أحمد. طب عايز بس معلش، شعور حضرتك عندما تلقيت هذا الخبر؟ يعني والله الواحد طبعا حزن حزن شديد، بس والله احنا يعني فرحانين جدا باستشهاده، وكفايه ان هو هيشفع لنا يوم القيامه، وان هو يعني هو كان اصلا رايح ارض الجهاد عشان ينال الشهاده يعني،
فالحمد لله. عايز نبذة عن حياته كده، آخر مرة شفتيه وكان عمره تقريبا 14 سنة، عايزك تديلي يعني نبذة عن حياته. هو سيف لما خرج من مصر، هو أنا كنت عمري 2 سنة، فأنا لا أذكر عنه شيء نهائي غير أنه كان بيتصل بينا في الفترة الأخيرة، وكان يعني بسم الله ما شاء الله عليه، ضحوك جدا جدا جدا، كل المكالمة عبارة عن ضحك ومبتسم جدا جدا، وكان مستبشر جدا بالحياة. كان يقول لي تعالي عندنا، تعالي عندنا وإحنا نجوزك، يعني كان مستبشر جدا بالحياة، وكان سعيد جدا بأرض الجهاد. كنا بنقول له يا سيف تعالى عندنا هنا وإحنا هنشوف لك عروسة وحاجات زي كده، كان يقول لنا لا لا أنا منتظر الحور العين إن شاء الله. كان بيتصل كل قد إيه تقريبا؟ يعني كل 2-3 شهور كده. آخر مكالمة معاكي كانت إمتى؟ يعني من حوالي 3 شهور ولا حاجة. كان الحوار كان بيدور عن إيه؟ لا يعني هو بيتصل بس، هو مش بيشتكي أبدا، هو بس بيطمئن علينا وعن صحتنا وإيه اللي حصل جديد وكده، مفيش يعني. بس طبعا هتقول إيه لوالدك في أول اتصال معاه؟ هو أنا أولا مش هتكلمه، بكلمه مامتي، يعني إحنا هنهنيه إن هو قدم لله عز وجل أحد أبنائه، وهو أصلا هو اللي بعتهم عشان هم يجاهدوا، ففاز يعني. شكرا. شكرا لله. تعرف على حضرتك؟ أنا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا المهندسة فاتن محمد حمد شعيب، زوجة الدكتور عمر عبد الرحمن الثانية. هل جلست مع أحمد كثيرا قبل السفر؟ أحمد أنا تزوجت الشيخ عمر، وكان أحمد لسه طفل في ثالثة ابتدائي أو رابعة ابتدائي كده، فعشرتهم أنا مربياهم مع محمد، أنا أولاد الشيخ عمر كلهم يعني. كان بيتصل بحضرتك؟ نعم. كان بيتصل بحضرتك؟ بيتصل بي على طول، بيتصل بوالدته، بيتصل بي، وكان بيضحك، ويعني هو مش من أهل الدنيا بقى أحمد، يعني ربنا اختاره شهيد بصراحة. يعني كان الحوار بيدور على إيه؟ نعم؟ الحوار معاه كان بيدور على إيه؟ هو الحقيقة هو صدحك زي أبوه، يعني كان دايما يقول شفتوا لي عروسة، أنا ما شفتليش عروسة. هو ما كانش، لأن إحنا قلنا له ما تيجي مصر يا أحمد زي أخوك محمد، قال لا أجي مصر أعمل إيه، أنا أصلا طالع أفغانستان أتمنى الشهادة، يعني هو أتمنى الشهادة من زمان يعني. هو أحمد يعني كان يعني تارك الدنيا أوي يعني بصراحة. يعني كان متزوج في أفغانستان؟ لا ما مرضيش يتزوج بصراحة، لأن هو خايف يعني كان حتى عيل هم المسلمين، كان أي أخت زوجها توفى أو كده نفسه يوديها مصر، عشان الوضع كان هناك صعب جدا، فهو كان حنين أوي زيادة عن اللازم، وكان يعني كده حزين أوي على المسلمات اللي هناك المتبهدلين وكده يعني. شكرا. شكرا لله.